طيب لأن نجي نشوف نوع البيانات النمبر الأرقام بتمثل كيف في البوليان. نحن شفنا البوليان هي عبارة عن ترو أو فولس. في قاعدة في أنواع البيانات الرقمية إنه أي زيرو فاليو بتديني فولس وأي قيمة غير الزيرو بتديني ترو. نجي نشوف الكلام ده كيف. نعرف لنا مثلا فانكشن نسميها is it true، نمرر لها هين argument اسمه anything. هنا عن طريق الاف هنجي نشوف مثلا القيمة اللي حتتمرر دي هنا true ولا false. if انها anything يعني في الوقت ده اذا كانت true تطبع لنا yes it's true، غير كده تطبع لنا no it is false. طيب is it true نجم ان نمرر لها الواحد نشوف حتدينا شنو. قلنا اي قيمه غير الصفر بتدينا true yes it is true. طيب نجي نمرر سالب الواحد برضو مفروض تدينا true. طيب نحن قلنا الصفر ب false نجي نشوفها no it is false. طيب لو كانت القيمة في لوت اللي هي 0.1 برضو مفروض تدينا true، ولو كانت في لوت 0.0 معناتها 0 هتدينا false. كده نكون عرفنا كيف نمثل الأرقام في صورة بتاعة true أو false بواسطة الـ if statement. أي 0 value false وأي قيمة غير الـ 0 بتديني true.